يسرنا الآن أن نتواصل عبر الهاتف مع الدكتور تركي سطام المطيري، عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. راح يكون الحديث عن انعقاد ملتقى التعلم عن بعد لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول. حياك الله معنا دكتور ببرنامج مساء الخير كويت. يا هلا وسهلا ويا مرحبا، وانا سعيد بالمشاركه معكم اخوي. حياك الله معنا. مساك الله بالخير دكتور تركي، معنا في مساء الخير يا كويت. في البدايه ودنا تكلمنا عن تنظيمكم لملتقى التعلم عن بعد لذوي الاعاقه بين الواقع والمامول. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نعم، شكرا لكم على هالاستضافه لالقاء بعض الضوء على انشطه عماده خدمه المجتمع في التطبيقي. تشرفنا دكتور. الله يحفظكم. نحن نعمل على إقامة ملتقى بعنوان التعلم عن بعد لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول. نعم. وتقيم هذا الملتقى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو برعاية كريمة من مدير عام الهيئة دكتور علي المضف. نعم. وبمشاركة ثلة من الأكاديميين والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال التعليم، تعليم ذوي الإعاقة. نعم. ويتضمن طبعا العديد من المحاور والموضوعات الهامة اللي تحتاج إلى مناقشتها وطرحها، خاصة في ظل هذا الوضع اللي نعيش فيه، جائحة كورونا وآثارها السلبية وما فرضته علينا من مسائل عديدة تتعلق بالتعلم عن بعد. نعم دكتور، يعني ممكن البداية الأفضل للحديث عن هذا الموضوع لو تكلمنا وتشركنا عن أهداف هذا الملتقى العامة واللي ممكن يستفيد منها العديد من المشاهدين واللي قاعد يتابعونا. خلينا نتكلم عن الأهداف العامة. نعم، بتركيز شديد الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على التعلم عن بعد لذوي الإعاقة لهذه الفئة، ويناقش يعني عناصر هامة منها مثلا مزايا هذا النوع أساليب من التعليم وكيفية الاستفادة القصوى منها. نعم. وفي المقابل أيضا يبحث أو يحاول بحث معوقات مثل هذا النوع من وسائل التعليم وكيفية معالجتها وإيجاد الحلول لها على أيدي ناس متخصصين في هذه المجالات. صحيح. هذا باختصار هو الهدف من هذا الملتقى. نعم دكتور تركي، ودنا نعرف أكثر عن الأسباب والتداعيات من انعقاد هذا الملتقى. الكل الآن يعيش في ظل جائحة كورونا وما فرضته علينا من قيود حتى في حياتنا الاجتماعية. نعم. من ضمن الآثار التي فرضتها هذه الجائحة، ولا أعلم هل هي تصنف آثار إيجابية أم سلبية، أنا أميل إلى الإيجابية أكثر باعتبار أنها نطالعها بنظرة إيجابية دائما دكتور. أحسنت، وأنا أتفق معك في هذا الباب، لأنها مثلا فتحت لنا باب كبير من أبواب وسائل التعلم وهو التعلم عن بعد. نعم. هذه الجائحة فرضت علينا التباعد الجسدي في مختلف جوانب الحياة، من ضمن المسائل اللي هي مسائل التعليم. الآن الجامعات والكليات والمدارس توقفت عن الدراسة بسبب صعوبة التواجد الجسدي أو اللقاء الجسدي بين الطلبة والأساتذة. لذلك كان الخيار الموجود والمطروح الآن واقعا هو خيار التعلم عن بعد. فإحنا في العمادة يعني أكيد في جهات كثيرة تشاركنا معالجة مثل هالموضوعات وناقشتها وبحثتها، فإحنا أحببنا بحكم دورنا أن نبحث مثل هذه المسألة فيما يتعلق بفئة خاصة اللي هي فئة ذوي الإعاقة، ومدى حاجتهم لمراعاة خاصة أو قواعد خاصة في أسلوب التعلم عن بعد. نعم دكتور، يعني مهم لو نتكلم شوي عن محاور ومواضيع التي سوف تتناولها وتناقشها في الملتقى. من خلال وجود الأكاديميين والمتخصصين المشكورين في مشاركتهم معنا في هذا الملتقى، راح تطرح العديد من الموضوعات. نعم. من هذه الموضوعات مثلا إمكانية وقدرة الطلبة من ذوي الإعاقة على الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد. مسألة أخرى اللي هي التعليم عن بعد يعتبر خطوة صحيحة في تعليم الطالب من ذوي الإعاقة، أهمية ودور تكنولوجيا التعلم في عملية التعلم عن بعد للطلبة من ذوي الإعاقة، وانعكاسات استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم على جميع فئات المعاقين، فوائد ومعوقات استخدام التعليم الإلكتروني في حياة الطلبة من ذوي الإعاقة، دور الأقسام العلمية في تذييل الصعاب للطلبة من ذوي الإعاقة، وآخرها هو دور أسرة الطالب من ذوي الإعاقة في إنجاح هذه العملية، عملية التعلم عن بعد لهذه الفئة. هذه أهم الموضوعات والمحاور اللي راح يتناولها المشاركين في الملتقى بإذن الله.
نعم دكتور، يعني ما شاء الله المواضيع كثيرة والمحاور أيضا كثيرة، وهذا يتطلب أكيد عدد من المشاركين بالملتقى، وأكيد أن راح تكون تخصصاتهم تختلف، ودنا تكلمنا عن هالنقطة. نعم الحقيقة يعني تفضل علينا المجموعة من الأكاديميين والمتخصصين الكويتيين في المشاركة بهذا الملتقى، ومن جهات مختلفة، من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومن جامعة الكويت، ومن حتى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. ممتاز. من واجبي أن أذكر أسماء المشاركين، منهم الدكتور سلمان اللافي من وزارة التربية وفي إدارة ومدير إدارة التربية الخاصة، والدكتورة سعاد نور عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قسم الأصول والإدارة التربوية. نعم. وعضو لجنة التعليم عن بعد لذوي الإعاقة. الدكتور علي الأنصاري عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت في قسم الإدارة والتخطيط التربوي تخصص الإدارة التربوية الخاصة. الدكتورة مريم الطيري دكتوراه في التربية الخاصة وعضو النادي الكويتي الرياضي للصم وعضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. الدكتور عبد الكريم العنزي سفير المعاقين وهو زميل لكم في الإعلام. نعم ونعم. إيه نعم حالك. والدكتور طارق الشطي أيضا عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت في قسم علوم واضطرابات التواصل. الأستاذة أمل الدمخي ناشطة في مجال الإعاقة وتمثل الأسرة في هذا الملتقى لتلقي بعض الضوء على دور الأسرة في هذه المسائل. وأخيرا الطالبة فاطمة علي الدمخي وهي من بناتنا من ذوي الإعاقة اللي لها تجربة خاصة في هذا الموضوع، راح تكون أحد المشاركين المؤثرين والقيمين في هذا الملتقى بإذن الله. نعم. جزاك الله خير. الدكتور محمد الضاعن هو مدير الحوار ومايستر اللقاء كله، يعني هم بعد فاتني. دكتور محمد الضاعن عضو هيئة التدريس في التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. نعم يعطيك العافية دكتور على يعني التوضيح هذا اللي ذكرته، وتحية خاصة لكل الأسماء اللي ذكرتها لأنهم يحملون على عاتقهم قضية مهمة في المجتمع العالمي إن صح التعبير والمجتمع الإنساني. لكن دكتور أنت في البداية تكلمت عن الفئة المستفيدة من هذا الملتقى، خلنا نشرح أكثر يعني متى سوف ينطلق هذا الملتقى وتفاصيل أدق حوله. الملتقى سيكون بإذن الله غدا يوم الثلاثاء 21/7. نعم. الساعة 9 مساء إلى الساعة 10:30 مساء بإذن الله، وهو راح يكون عبر برنامج ومنصة مايكروسوفت تيمز. نعم. وبإمكان الجميع المشاركة، جميع المهتمين والمختصين وجميع الأفراد في المجتمع بإمكانهم المشاركة عن طريق الدخول للرابط اللي أعلننا عنه احنا في وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في هذا الملتقى. في بعد دور مهم في الملتقى فاتني اني اشير له، للاستاذه مها الحمدان موجهه في اداره التربيه الخاصه بوزاره التربيه وهي متخصصه في لغه الاشاره، راح تقوم بترجمه الملتقى بلغه الاشاره باذن الله ان شاء الله. نعم كل الشكر لك الدكتور تركي سطام المطيري عميد خدمه المجتمع والتعليم المستمر بالهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، يعطيكم العافيه على هذه الجهود وكل التوفيق لكم في الملتقى القادم.